ثم نعلم جميعا سورة الحجرات وأن كل زوجة من زوجات النبي لم يكن لها قصرا ولم يكن لها بيوتا ولم يكن لها حدائق، ولكن كل زوجة كانت لها حجرة واحدة مساحتها لا تزيد عن 4 متر في 4 متر. هذه كانت حياة أمهات المؤمنين، وهكذا كان ينعم الرسول صلى الله عليه وسلم برضا الله وبالتعالي عن ملذات الدنيا وعن حوائج الحياة. فالله سبحانه وتعالى جعل في هذه الغرفة الصغيرة جعل منها أحكاما فقهية، فأمر المؤمنين أن يستأذنوا قبل أن يدخلوا، وأمر المؤمنين وأمرنا أن نتحلى بهذه الأوامر إذا دعينا إلى طعام أو إلى وليمة، ألا يجلس الإنسان ويطيل الانتظار ويطيل المكوث في البيت، ولكن يكون خفيفا حين يدعى إلى طعام، فلا ينتظر حتى يستوي هذا الطعام وحتى ينضج، وإذا أكل فعليه أن ينتشر ولا يجلس متسامرا كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحين تزوج السيدة زينب صنع وليمة للمسلمين، فجلسوا في بيت النبي في حجرة السيدة زينب وهي جالسة في طرف من الحجرة، وانتظروا حتى يستوي وينضج الطعام، ثم بعد أن أكلوا ظلوا يتسامرون، والنبي عنده حرج وحياء أن يقول لهؤلاء الناس انصرفوا، حيث أنه يريد أن يستريح ويريد أن يدخل بزوجته، ولكنه مستمر. فيأتي الحق سبحانه وتعالى وينزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إناه أي نضوجه وتسوية هذا الطعام، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. صلى الله عليه وسلم رسول يستحي أن يطالب بحقه، ورسول يستحي من أصحابه أن يطلب منهم أن ينصرفوا بعد أن يأخذوا واجبهم من الأكل ومن الطعام، والله سبحانه وتعالى ينوب عن نبيه فيأمر المؤمنين ألا يجلسوا ويتسامروا، لأن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي أن يصرح بما يؤذيه عليه الصلاة الله وسلامه. واستحق هذا النبي الكريم أن يصلي الله عليه وملائكته: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم يأتي بعد